يلا 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 اللي عنده شدار مشي ليا. السلام عليكم دير يونس. يلا سير داركم. اه سيروا هاي مش شنطه كي إذن مباشرة مشاهدي أسفي قود من شارع دريس بن ناصر كنلاحظوا حملة مشتركة بين رجال السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني. هي حملة بعنوان دخل دارك لحقاش الوضع يتجد الوضع اليوم هو الوضع جد خطير وحساس، فالسلطات المعنية كتأمر المواطنين بالدخول والالتزام بالمنازل ديالهم وإقفال المحلات التجارية لأنه هو الوقت. إذا نلاحظ تكاتف جميع مجهودات السلطات المحلية، رجال الأمن الوطني، القوات المساعدة. أكيد الإخوان المشاهدين أن هذا الشيء من سلامة المواطن ومن أجل حماية المواطنين. الله إذن هي تعليمات جد صارمة بناء على القرار اللي صدرته الحكومة المغربية في البلاغ المشترك ديالها رفقة وزارة الداخلية من أجل فرض الحجر الصحي بالمنازل. فالمواطنين الله يهديهم ما كيمتثلوش التعليمات عبر البلاغات، ولكن اليوم السلطة المحلية ورجال الأمن الوطني كيقوموا بالدور المنوط بهم في أنهم يفرقوا جل التجمعات. الله يخليك كنهضر معاك في هذا الفضاء. يلا سلم احمد. إذا المشاهدين كيف ما كتلاحظوا معنا فالحملات هي متواصلة في على مستوى شارع دريس بن ناصر. إذا كنتمنى من أن المواطنين يفهموا الرسالة بأن الوضع راه خطير عليهم هما وعلى صحتهم وعلى وليداتهم، يلتزموا البيوت ديالهم